شاهدوا المزيد من الأفلام والمسلسلات مجاناً على شوفماكس.com. أسفي على روحي على جروحي على جمر يكوي الصدر. جيب لي صبر لما الضنا ماله قليل. جيب لي صبر لما الضمير يصبح غريب. تجي تحضن حبيب ويطعنك طعنة غدر. آه ضيع العمر. مريت ومشيت بأماكن بعرفها حسيت غربي لا ما فيه وصفة. نفسي العيون بس وين نظرات الدفا. نفسي العيون بس وين نظرات الدفا. وين الوفا شو يلي صاير بالخفا. جيب لي صبر يا زمن جيب لي صبر. دوري يا دنيا بس أنا ببقى أنا رضى عن حب الخير وما عندي أنا. دوري يا دنيا بس أنا ببقى أنا رضى عن حب الخير وما عندي أنا. عز وفقر ولازل مجبول بغنى ظلم وقهر. بس هالظهر ما بينحنى. جيب لي صبر يا زمن جيب لي صبر. السلام عليكم. أهلين حجي. وعليكم السلام. شو كأنه كله دريان أنه قربت طلعت أخوكي كمال. حجي أخي صار له يومين طالع من الحبس. شو الحكي؟ وينه هلا؟ شو بدك فيه حجي وينه؟ أنت اعتبره ما طلع. لا لا يا رضوى ما بصير. يعني بضل أخوكي ما بيجوز. أنا لازم روح شوفه. والله يا حجي اللي بيريحك ساوي. والأولاد كبروا يصطفلوا. أنا بالنسبة لي ما في شي تغير علي. وهالروحة اللي بروحها لعند أمال بالعيد مرتين بلاها ما بدي إياها. أصيلة يا حجي أصيلة. الله يرضى عليكي. على كل حال خلينا ندرس الأمور ما بدنا نستعجل. بصير خير.
عم تتشاطر علي يا رؤوف. ايه بسيطة. عملك ليش عم يفصلني هاد؟ يخرب بيته شو اللي ذوق؟ طب بلكي الزلمه مشغول، شو ما عنده شغله غيرك؟ حبيبتي ينشغل ينفلق مو فارقه معي، بس مو يفصل بوشي هيك. والله قلت لحالي يعني بوفر عليكي. الا اذا كنت من هدول العالم ما بيحبوا حدا يوفر عليهم. اهلين مصطفى، كيفك؟ هاي مشروعي. تفضلي. سلم ايديك، عزبتك معي. لحظه لحظه شوي. تفضلي. لا لا خلي خلي. خديهم خديهم. هيك باخذ بالعادة أنا. على كل أنا ما حذفت الملفات من عندي. فأنت ري على مهلك وشوفي شو بدك، إذا بدك تغيري أو تعدلي شيء بس حاكيني، أوكي؟ باي. شفتي؟ لا أكيد هذا الزلمة في شيء بمخه مو طبيعي بالمرة، لأنه هو اللي في شي بعقله ما؟ ولا انتي كخرب بيتك هيك بتخليه يسمع مسبته بإذنه؟ فوق ما عم يوفر عليكي؟ حبيبتي شو عم يوفر علي؟ ما عم يوفر علي؟ صغرني عمل لي قد النملة؟ ما له منطقي نهائيا. حبيبتي مصطفى كلياتنا بنعرفه، بعتقدها بعتقد انه هي آخر مرة رح يتعامل معك فيها. بتعرفي اني ما نمت بالليل من وراكي انتي وياها؟ ماما انا شو دخلني؟ كل وقتي عم حاول هديها وافهم منها شو بها، هي ما عم ترضى تحكي. شلون يعني ما دخلي؟ ما عم تكوني معها انت لما عم تكون مع احمد، شو بيعرفي شو عم يقول لهذا الصبي؟ ما هلا هذا هو همنا من ما عرفت. اهلين رؤوف. اهلين. خير حالك بالعاده تجي بكير؟ اشتقت لكم، عندك مانع؟ لا ابدا. ليش انت مو بجامعتك؟ بابا ياري تعبانه شوي، قلت بضل معها. شو هالحكي؟ حضرتك بدك تشتغلي ممرضة وتتركي جامعتك؟ شو يا خانو؟ شو هالفلتنة هاي؟ واحدة عاملة مريضة والتانية عاملة مرافقة، وانتي قلبي خلقتك، شو؟ شو الفيروس اللي موجود بالبيت؟ ما في شي رؤوف، راسي عم يجعني شوي، حط لك فطور؟ لا ما بدي افطر، تعي. عدي. شي تخبرك. خير. كمال طلع من يومين. ايه شو يعني؟ يعني الموضوع ما بيهمك؟ لا ما بيهمني. وبنتك يارا، قصدي بنته يارا، كمان ما بيهمها؟ بيهمها ولا ما بيهمها، انا مالي علاقة بهاي القصة. إذا هيك منيح، معناها صباح الخير. صباح خير بسكوتي. لك شو وينك عم استناكي تحت؟ ما رح اروح اليوم على المعهد، ما خرج. بابا هون ما بدي اياه يحس بشي، مو ناقص مدخيلك. ايه شو جابه هذا هلا؟ احمد شو هالطريقة بالحكي هي؟ شو هي شو جابه؟ لك اسف اسف والله مو قصدي، بس يعني ماله بالعادة. المهم يارا كيفها؟ يارا لساتها مثل ما هي، ما عم بترد على حدا. طيب حبيبي انا عندي مشوار رح اروح اقضيه، اذا غيرتي رايك بدك تروحي على الجامعه حاكيني. ايه ماشي، بحبك. وانا كمان. باي. يلا باي. شو طولي على هالحاله يا رب؟ طلعي فيني حاكيني، قولي لي بشو عم تفكري. عم فكر يا رب، ماني طايقة حدا، ماني طايقة حالي. بلجنان، سمعوا على هالسمع قال عم تفكر تهرب.
عنجد انت ما بتنتركي لحالك؟ شو بيصير لك؟ ريهام اذا ما بدك تسمعي شلون يتركيني؟ اكيد بدي اسمعك، قولي كل شيء بقلبك. بدي اعرف الحقيقه. أنا بنت مهرب مخدرات، معقول يكون أبي هيك؟ يارا أبوكي صحيح كان محبوس، بس مو معناتها أنه هو مجرم ولا معناتها أنه هو شخص سيء. في مليون ألف احتمال تاني، ما فيكي تحكمي عليه. ليش حبسوا؟ تبلي شوفي واسمعي منه، بجوز يكون انضحك عليه. بس أنا ما بدي أشوف حدا، وما عاد بدي أخذ رأيك. مو على كيفك، حضري حالك، بدنا نروح أنا وياكي مشوار، وبعدين بدنا نمرق نجيب السيارة. وين انت؟ شباك؟ والله ما بعرف، يعني لو صاحبك بده يساعدنا كان عمل كم تليفون وخلص الشغل ودبرها. هو قال رح يساعدنا، يعني رح يساعدنا، هو بيأمنه، لا تاكل هم. ان شاء الله ان شاء الله. دخلك قصة يارا كيف بدها تنحل؟ والله ما بعرف، انت شو رأيك؟ احمد عم بيقول نعطيها شوية وقت. نعطيها شوية وقت. اه صحيح، خلي هذا الموبايل معك مشحون وفي خط ومزبطة أموره مشان ما تختفي، وهي هذا الرقم تبعه احفظه. أيوة نيال. ايه شو بكي؟ شوفي قومي نامي جوا. شو شوفي؟ ما بدي نام رؤوف، ما بدي نام. أنا ما في شيء، بس كنت جاي أسألك إيش كان بنتك يارا قررت تعيش مع أبوها، شو بدك تساوي؟ ليش لحتى تعيش معه؟ ليش هو بده ياخذها يعني؟ انا اساسا انا لسه ما حكيت ليارا كل شيء عمله ابوها فيني، ويارا لما تعرف هي ما رح تقبل انه تروح لعنده. ايه لا بتنشدي لك، لانه كمال انا وانت بنعرفه منيح، ايش كان بيحكي كلمتين مع بنته بيفتن لها راسه فتن. خلص ما تحكي ولا حرف، ما تحكي ولا حرف، الله يوفقك انا اللي فيني مكفينيها. خلاص خلاص. سهر لك اهلين طارق، يلا دقيقتين بيكون الاكل جاهز. طيب ماشي، بس بسرعه. ايه مستعجل، بشوف يارا ونزل على الشغل. طمني، مبسوط بالشغل؟ منيح. شبك اذا في حدا عم يضايقك قلي دغري، بظبط كل شيء. ضايقتني شغله واحده. شوفي الدلال اللي عم يدللوني اياه. عن جد عم تحكي طارق؟ وحياه الله انك واحد معد. شو بلاقيكي لساتك بالبيجاما؟ ريهام خلصنا بقى، أنا بدي روح شوف طارق. مثل ما بدك، بس يكون بعلمك إذا عم تتهربي من أسئلة العالم كله فما رح تقدري تتهربي من أسئلة بابا. هلكني هو بس بده يطمن عليكي ويشوف شو صاير معك. ليش؟ ليش هو شو دخله؟ أنا ما بدي أحكي، ما بدي أحكي يا أختي، شو القصة بالزور؟ اتصطفلي يا. كون بعلمك إذا انزعجتي منه هالمرة رح تكوني أنت السبب. بعدين هو ليش عم بيسأل؟ غير لأنه باله عندك وبده يطمن عليكي؟ ريهام استني أنا رح غير ثيابي. هيك ها؟ إيه أحمد وينك أنت؟ يلا يلا نحن طالعين. لك إيش بيعرفني لتلبس ست الحسن والجمال؟ يلا حبيبي ماشي باي. كمال احمد. ايه يا امال انزلوا شوي. خير شوفي عاوزتكم، تعالوا شوي. يلا يلا نازلين. شو
مرحبا. مرحبا. شو لحقت تقري؟ ايه قريت وحبيت كثير، لهيك اجيت اتشكرك وبنفس الوقت قلت بعتذر منك. تتشكريني؟ مشان شو؟ يعني انا ما سويت لك شيء ببلاش. خدمة مصلحة وقضيتها، مشان الاعتذار كمان تصور ما في له داعي. يعني فينك تساوي أي شيء تاني بالحياة غير إنه تعتذر. هلا أنت هيك متعود ترد على اللي بتعتذر منه؟ أنت شو بك يا بنت؟ ما اعتذرتي وخلاص؟ أنا أصلاً هذا الموضوع ما كنت حاسب حسابه من البداية، يعني شغلة عادية كتير. عرضية مريت. شو صار معكم؟ هلا هلا؟ يلا يلا يا باي. خالو شو؟ مو جاي على بالك تشوف يارا؟ ايه هلا رح تطلع من هون. ها؟ عرفت تاني وحده؟ لبسه طالع. اسمعي حنان، هي الفلتنة انا ما احبها منوب. تخيلي واحد من رفقاتي شافك، شو بده يقول عنك اه؟ اولا كلمة فلتنة هي مو حلوة بنوب، بنوب مو حلوة، ثانيا روق شوي بعدين انت عم تسوق. عم تقلي روق؟ واحد شاف اخته بنص الطريق مع شاب وبتقلي لي روق؟ عن جد انت ما تستحيتي حنان؟ طب انت وينك هلا؟ وينك؟ على الهفا رايح. طب خلص سبقني على المعرض، سبقني وهنيك بشرح لك كل شيء. تفضلي. بدي منك تساعدني. شوفي قديش معك مصاري؟ ما فهمت. انا بدي اترك البيت. ايه شو ايه؟ قديش مصمد مصاري؟ انا لازم اطلع استاجر بيت او غرفه، اي شيء، المهم لازم اطلع من هذا القرف اللي عايشه فيه. تستاجري بيت لحالك؟ لحالي ولا مع القرود؟ ما بعرف، يلي بعرفه انه انا لازم اطلع. ممكن تفهميني شوفي؟ رح فهمك كل شيء بس مو مهم. طيب روحي انت هلا وانا كمان رح اروح على شغل جديد. شوفك ومنحكي. بس كوني متاكده انه كل شيء رح يكون تمام. ماشي؟ طارق شكرا كثير. خلص لا تبكي. شو بكي؟ شو صار معك؟ وهي احلى كاسه شاي للخال. يسلموا يا ابو حميد. صحه صحه، اشرب مي. صحتين يا سيدي. ريهام قالت لي انه يارا ما رضيت تحكي مع ولا حدا اليوم. لا ايه الله يجبر بخاطرك، يعني مو بس معي. تعرف يا احمد، لما كنت بالسجن دائما اتخيل حالي اول واحد بدي اشوفه برات السجن هو بنتي. يعني شو بدي منها غير ضمها وشنجبها. كمال قوم لقلك. شو؟ هي عباية أبوك الله يرحمه، تذكرتها؟ طبعاً. يا سلام، ما حدا بيستاهل يلبسها غيرك. الله يرحمه ترابه. إيه والله الله يرحمه. شو الخالة هذا؟ قمر. مي شو بدك تطعمينا اليوم؟
يلا الاكل جاهز، اكيد ما حتاكلوا هون. يلا رح احضر الاكل، لا تتاخروا. لا لحقينك لحقينك. شوف شوف قديش طيبه وحنونه. عم تحكي هيك لانها اختك. لا وحياة عيونك يا احمد، عم بحكي هيك لانه هي هيك فعلا. امك طيبه معدنا اصيل. شوف اختي رضوى مثلا، كنا اقرب اثنين لبعض، ليك هي وين وامك وين. والله صحيح خال، يعني الخالة رضوى ما عندها ولا سبب تكرهك مشانه. ليك سامر، انا سكتت وما حكيت ولا كلمه لاني شفتك معصب وعم تسوق، بس انا ما بسمح لك لا انت ولا اي حدا بالدنيا يحكي معي بهي الطريقه. ولك وصلت معك انك تقول عن اختك صايعه وفلتانه؟ تفضلي يا بنت حجي، شو بسميها هاي؟ شو معناته انك واقفه مع البيك بنص الطريق؟ يا حبيبي ما كنا بنص الطريق، كنا على باب الجامعه وهي فيها فرق كثير كبير. باب الجامعه يعني نص الطريق؟ يعني رايح وجاي بشوفك. برافو برافو سيد سامر، يلا علي صوتك اكثر، علي علي، خلي العالم اللي واقفه عم تتفرج علينا تشوفنا وتقول شوفوا السيد سامر عم يشكك باخلاق اخته. شو سينما مسرح؟ طلع من الدوية، طلع. هاي ما عاد حدا يسمعك، فهمينا شو الموضوع. ولك سامر بلا ولدني بلاها الولدني، ممكن تهدى شوي لنعرف نتفاهم ونحكي؟ شو ما بدك تهدى؟ تفضلي. هيك ها هلا صار فينا نتفاهم. تفضل. هلا بصراحة خال، انت عن جد ما بتعرف مين غريمك؟ لهلا لا، بس اللي بعرفه انا انه في واحد اخذ نص حياتي وبدون حق ولازم دفعه الثمن. يعني قصدك على اللي اخذه عمو رؤوف؟ هلا هيك فهمت. شو دخلني هال بالموضوع؟ انا عم بحكي على السنين اللي قضيتها بالحبس. قوم خال قوم، اتركني لحالي شوي. حاضر. انت خسرت كل عمرك يا كمال، نص عمرك اللي راح بالسجن ونص عمرك التاني اللي هو يا رميال. اوه شو اشتقت لك يا نيال. حجي قبل ما تروح بدي احكي معك بموضوع. خير ان شاء الله، موضوع شو؟ مشان يارا. شو بها يارا؟ انت بتعرف انه انا وعمتها امل كذبنا عليها مشان ابوها لانه فترتها كنا مضطرين، وهلا انا مو عارفه انا شو بدي اساوي. مو مشكله، انا المساء راجع نام بركض بحكي معها كلمتين واقنعها تروح لعند عمتها رضوى تعد لها يومين ثلاثه ونفض السيرة من أساسها. هذا الحل الوحيد. يا الله. السلام عليكم. مع السلامة. مرحبا. أهلا وسهلا. لو سمحت اعطي خبر لسامر انه نحن بدنا اياه. عفوا سامر بيك مو فاضي، بتحبي اساعدك بشيء؟ قل له ريهام عم تستنى. حضرتك الان ريهام؟ تفضل هي سيارتك، بتحبي تستلميها؟ ايه اكيد بستلمها فورا. لحظة لجيب لك المفاتيح بس، ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك شكرا. يارا شبك؟ عفوا استاذ، وصلت الان ريهام قالت تستلم سيارتها. خود المفتاح وطلع سلمها اياها على السريع وشحنا شوي لبين ما اجي. يلا شو نيالي شايفه سياره جديده؟ انا اذا بتجي علي ضد ان اسوق وضد انك تسوقي انت كمان، لانه ما بيجي غير وجع الراس من السواقه. ايه طول بالك شوي، بعدين كاني هيك شايفتك كثير محموق ومحمر لونك، كله هذا مشان الستياره؟ لا اعوذ بالله، بس بدنا نبارك لانه طلع ابوها. ايه لازم نبارك له، بس صحيح ما بعرف خبروها يا ترى؟ اكيد خبروها، بس احمد شاطري اني لا تقول لحدا والبلد كلها درياني. تعرف شو انا كثير بحبها لهالبنت،
مع انه يعني هيك خلطتي معه من بعيد لبعيد. حذر شو؟ شو رايك بس تطلع هلا تبعث لي اياها دردش معها شوي؟ هلا بطلع بهزلها بدنها شوي وببعث لك اياها لبين ما سلم ريهام السياره. مرحبا يارا. يهنيكي برجعة الغايب. شفت؟ سمعت انه الوالد رجع؟ اعطيني مكانك. خلص استاذ. شو؟ عجبتك المكانة؟ طبعا عجبتني بتجنن. يارا اذا بتحبي تفضلي على المكتب لجوا حنان جوا. خير حجي؟ شوفي سلامتك. قصصك لمعتك نستني المغلف في بلاوي. والله يا حنان انت دائما بالبال، يعني دائما بقول بيني وبين حالي بركي هيك بحاكيكي ومنظبط شي طلعه، يعني منه بشوفك ومنه بتعدي انت وريهام. لا 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 الله يخليك يارا، لا بدي اشوف الا ريهام ولا تشوفني. يعني لا تزعلي مني، بعرف انه ريهام اختك بس يعني انت بتضلي بنت خالي بغض النظر عن اي شيء. صحيح نسيت بارك لك برجعة خاله، شفتيه؟ لا والله لسه. هو الحقيقه يعني كلياتنا كنا متوقعين انه الموضوع حيكون صعب عليكي. ايه بس شوف انا بعرفك قويه. ليش هيك مكتوب علي كمل عمري؟ ايمتى بدي صير مثلي مثل كل العالم؟ بحب شي بنت تحبني؟ مستحيل، شو بدي لها؟ بحبك بس ما بقدر كمل معك لانه ما بعرف قرعت ابي منك. يا الله ليش هيك عم بصير معي؟ ليش؟ مساء الخير خال. اهلين احمد. اهلين. شو شايفك هون؟ شرف شرف. لك يا يارا استني شوي، شو بك طايره طيران؟ والله وجنوني رجلي ما عاد لحقتك. ها أفندي ما في مرحبا؟ مرحبا. وين يارا؟ غرفتك. تعي لهون شوفي. يارا شافت أبوها تحت بالحارة. <تصفيق>
لوين اخي؟ معلش حبيبتي لا تهكل يا منيحة، أنا منيحة. خالو رح بدل أوعيه وجمع تدقيق. لا 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 خليك تدقيق، أنا رايح لحالي. طيب دقيقة بس. يزيد معي مبلغ حتى لو كان صغير خبي لك اياه، بدك تاخذهم وما تحكي ولا كلمه. لسا هدول كتار، 20 سنة كتار. شوي كرمالي، والله ما بصير هيك. حسيت حالي بدي اقتل الوضع. طيب ليش هربتي منه اول ما شفتيه؟ ما هربت منه، هربت من حالي. هو غريب عني بس حسيته كثير غريب. حسيت انه بدي اروح وارتمي بحضنه اللي صار لي عمر ما قدرته. مظبوط، هذا ابوكي. انت حسيتي بكل هدول الشغلات اول ما شفتي، مع انك ما بتعرفي انا ابي اللي عشت معه كل عمري يا دوب وقت شوفه اقدر احكي معه كلمتين ونص. هو قال لي على بعضي مو شايفني. راهنك اذا بيعرف لون شعري او متذكر حتى شو عم بدرس. بلشنا عن ريحه عالمقليه ما نخرج حبوس. يا ريتو كان مجرم قاتل اي شيء بالعالم بس يحبني ويحس فيني، يحسسني اني بعني له، غير انه بس بده يصرف علي. حياه مو بس مصاري. بشو هي الطريقه اللي هو بيعبر فيها عن اهتمام؟ هيك ما بصير كمان، بدك تحل امورك، بدك تحلها بتروي، مو هيك. خلص يا زلمه، حاجه تنظيف، ما انا شايف حالتي قديش بتقسي. ما هو لانه حالتك بتقسي عم بحكي معك هذا الحكي. انا لو كنت محلي شو بتسوي؟ قولوا لعندها، بحكي انا وياها، فهمها شو وضعي، اشرح لها. واذا ما فهمت؟ انت بكون عملت اللي عليك، ما في شيء تخسره. قبل ما اثبت براءتي مستحيل. وليش ما تثبت براءتك انت وياها؟ احتمال تصدقك وتساعدك. شرب سيدي، رجعت تنظر. اخي انا قلت اللي عندي، افادتي واعطيتك اياها، الباقي عندك. نضال، ما في حدا رح يقبلني هيك. لك ما في حدا بكل هالمنطقة هون قادر استوعب اني ممكن كون ولو 1% بريء. يصطفلو، بكره بتثبت براءتك كل هذا بتغير. ما بعرف، ما معقول شو عم بيخطر على بالي اني ضب شنطتي وامشي. تهرب؟ اهرب يا نضال، روح على اي محل ريح حالي من القرف اللي انا عايشه. ويارا انا اسف كمال، بس اعطيها وقتها. يارا انا مسامحها حتى لو ما قبلتني، انا مسامحها. بس ايه حجي؟ لا بس انا عندي شوية شغل ضروري ولسه ما خلصته. بس انت ليش هيك صوتك امي؟ طيب
طيب امي طيب، انا هلا بخلص الشغل اللي بين ايدي الضروري وبجي لعندك بسمعك قد ما بدك. امرك امي. اهلي الحجي الله معك. مساء الخير. اهلين صبايا، كيفكم؟ الحمد لله. شو عمو؟ شو رايك تروحي لك يومين ثلاثه لعند عمتك رضوى؟ ليش؟ شو قلها لزوم؟ لا ولا شيء، قلتي حالي تروحي لعند عمتك تقعدي لك كام يوم بتغيري جو بتتسلي. لا مو مشان اتسلى وغير جو، انتو بدكم تبعدوني عن بابا من اول وجديد. ماما عيب، ما حدا جاب سيرة ابوكي. لكن ليش بدكم يعني هلا روح زور عندها؟ شو اللي تغير؟ ما تغير غير انه بابا طلع من السجن. خليك عمو خليك خليك، الله يرضى عليك. لا تروحي لا تروحي. اي بابا استلمتي السيارة؟ ايه بابا استلمتها، يسلموا ايديك. شفتي بنتك يا خانو؟ الظاهر يا ست نهال هدول البنات بدهن إعادة تربية من أول وجديد، لأنه يمكن انتبهتي وشفتي شلون عم تردها شو معي، مثل الرصاص عم يطلع من دمها. حجي مشان الله خلص مرق لياها. الظاهر طلعت كمال رح تجيب لي الشرطة، لذلك لازم أعرض عليه قرشين ويكف مغياب، وهذا الموضوع راح رتبه مع احمد. شبكي كانوا في بدمك حكي مشان يارا؟ شبا خايفة تتركني وتروح تعيش عند ابوها. يلا معها، هي حرة، ايش كان بدها تنسى الخبز والملح والبيت اللي رباها بالناقص منها تروح تعيش عند ابوها؟ لوين؟ داخلي. بعدين شوي لوين؟ بعمرك ما سألتيني وقلتيني لوين؟ الله يلعن كمال وساعد كمال. ولك تتشبه لصر ميت كمال. والله ما عم افهم شيء، شو صاير مع يارا؟ طيب يارا اخت ريهام، سامر قال لي انه اخته جاي تاخذ السياره، يعني ريهام بتكون اخته لسامر، معناتها يارا اخته لسامر. هما وصلت فيك يا زهر؟ بسيطة يا زهر، بسيطة. ماما
يارا؟ صباح الخير. طيب وين اختك؟ وينها؟ ما بعرف وين، راحت على الجامعة. عم تجذبيه علي؟ اليوم عطلة، اختك وينها؟ عطلة شو؟ ما بعرف، عطلة شي شغلة اليوم، المهم انه عطلة. ماما، إذا أختك قالت لك إنه راحت تشوف أبوها قلي لي عادي، أنا ما راح أتضايق. اطمني ماما، لو راحت تشوفه كنت راح أقول لك، لأنه أنا بتمناها تشوف أبوها اليوم قبل بكرة. يعني بكفي انحرم من مرته. شو هي؟ آسفة آسفة والله ما قصدي. صباح الخير. شو مفايق من هلا؟ شو طولي بالك طولي بالك، قولي لي شو صاير، شو في؟ طيب طيب طيب، يلا بس شوي بس لصحصح وبنزل. ماشي ماشي خلص، حاضر حاضر، باي باي. أهلين حجي. أهلين. يلا رح ساوي لك فجأة. عادي عادي ما بتجي. عادي واسمعي منيح. خير. شوفي نيال، طلعت كمال من الحبس مو ظابطة معي منوب، كمان قعدتهم بالحارة. لذلك قررت انقلكم من الحارة. بدك يعني اترك بيتي يا حجي؟ وين المشكلة؟ ايش كان بدي اشتري لك بيت تاني غيره؟ لا لا حجي لا، الله يخلي لنا اياك، انا هذا البيت ما بدي اتركه. طالما هيك انا راح تخف جيات كثير على البيت. ليش بقى؟ لانه ما بدي اشوفه. ليش لحتى تشوفه؟ صباح الخير بابا. صباح النور حبيبي. كيفك؟ مشتاق لك، يسعد صباحك. نمت منيح؟ ايه الحمد لله. وين اختك؟ راحت من الصبح. وين راحت واليوم عطلة؟ ما بعرف، ما قالت لي. أنا كمان والله فقت الصبح ما لقيتها، ما بعرف. شو يعني ما في كبير بالبيت لحتى تستأذن منه؟ بابا أكيد بتكون راحت شي. لا تكذبي، لا تدافعي عنها. حجي كأنه وشك تعبان ومانك نايم منيح امبارح. كأنه؟ مالي نايم منوب. يا حسرك من شو؟ من كتر النق والساء تبعكم. ليش تخلوا حدا ينام ولا يرتاح بهالبيت؟ ابو هالعيشه من اساسها. ان شاء الله ما بيهدى لك بال الهي. I'm not afraid.